صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تفسير الشيخ ابن سعدي لا يكفي الاكتفاء به بالنسبة لطالب العلم؟ وما هي مميزات تفسير ابن كثير عن سائر التفاسير؟ ما فيه تفسير يكفي، تفاسير كلها خير، لكن ما يكتفى بواحد منها، لأنها منها المختصر ومنها المطول، فهي يكمل بعضها بعضا، فلا تقتصر على تفسير واحد. إذا كنت تريد العلم، تريد التعلم ومعرفة التفسير، لا تقتصر على تفسير واحد. تفسير ابن سعدي جيد، إلا أنه لا يكفي، وإنما هو تقريب للتفسير، تقريب للتفسير وخلاصة للتفسير، وهو لا يكفي. تفسير ابن كثير يمتاز بأنه يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. هذه ميزته، وأنه يجمع بين التفسير بين التفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، والتفسير المأثور عن الصحابة، والتفسير عن التابعين، فهو تفسير جامع وليس بالطويل مثل تفسير ابن جرير، فهو يمتاز بالاختصار ويمتاز بالدقة وأصول التفسير الصحيحة التي هي ما ذكرنا. نعم.